السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. دكتور انا بغيت اول حاجه بغيت نسولك بعض الاسئله ومن بعد غنهضر معك واحد. المهم بغيت غير نسولك يعني التسبيح ملي كنصلوا كنديروا الباقيات الصالحات، واش حتى نصلوا الشفع الوتر ونديروا الباقيات الصالحات، ولا نصلوا غير العشاء ونديروا الباقيات الصالحات عاد نصلوا الشفع الوتر؟ نعم ام محمد، قضيه الباقيات الصالحات متى نستعملها؟ واش حتى الشفع الوتر؟ لا، نستعملها عقب الفريضه. عقب الفريضه عندنا خمسه الفرائض، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. عقب كل فريضة لما نسلم وكندير الأذكار المأثورة كنكملوها بالبقية الصالحات. قال فيها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا ما فعلتموه أدركتم من سبقكم وسبقتم من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم، تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة. فعقب كل صلاة كنقوم بها نوافل، هذه كنقولوا أي ذكر آخر. أما البقية الصالحات اللي فيها الفضل العظيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وصيتي إليكم اللي بغى الفوز واللي بغى النجاح والفلاح، إياك تضيع البقية الصالحات عقب كل صلاة مفروضة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.